سجل يا زمان وغني بالالحان تاريخ اهل زمان وانشد لنا ذكرى وانشد لنا ذكرى امير المؤمنين عمر يا حاضرين امير المؤمنين عمر يا حاضرين بيقيم حدود الدين على فلز كبدا بيقيم الحد عليك وقلبه محن اليك بيقيم الحد عليك وقلبه محن اليك والحق ما فيش شيء للغير محاباة بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين حضرات جارية في الحين علي أثر مأساة بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد يا أمير المؤمنين فين شرع الله بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين حضرت جارية في الحين عليها أثر مأساة بتبكي بدمع العين ودموعها الخد بتبكي بدمع العين ودموعها الخد يا أمير المؤمنين فين شرع الله وحد هناك في المدينة المنورة وفي مقام الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم بنلاقي سيدنا أبي بكر الصديق بجوار حضرة النبي وبجوار سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب الثلاثة جنب بعض والبعض يقول إنهم في قبر واحد والآخر يقول إن كل واحد قبره جنب التالي كده سيدنا عمر يستاهل انه يجاور حضرة النبي امير المؤمنين اقام الحد على ابنه لغاية ما مات عشان زنى وفي يوم من الايام ما كانش في واسطة ولا رشوة ولا خنافس سيدنا عمر جالس في المسجد في يوم من الايام وحواليه الصحابة كده وقاعدين في مجلس علم يفاجأ يلاقي واحدة جارية داخلة عليه وشايلة طفل صغير على ايديها والدموع عمالة تسيل من عينيه وراحت جاية جنب سيدنا عمر وقاعدة جنبه سيدنا عمر بص لها كده قال لها مالك شايلة الواد وبتبكي ليه فنطقت الجارية وقالت ايه لأمير المؤمنين على ايدها شايلة ولد خد يا عمر ولد قال لها ولد منين ده مش ولد قالت له عن اذنك اكمل الكلام يا امير المؤمنين قال لها اتفضلي قالت له راح اعمله في القضاء وهو ولد ولد على ايدها شايلة خد يا عمر ولدك راح عامل في القضاء وهو ولد ولدك سايبك
كلابها على ديابها ودك ولدك وقف عمر وانطرب قال الحكاية ايه قالت على سطى وحش الخلا ولدك. عمر وانطرب قال الحكاية ايه قالت على سطح الخلا ولدك. خد ولدك يا عمر مني والحق بلاش تلومني. خد ولدك يا عمر مني والحق بلاش تلومني. قال ليها يا جارية اني معرفش منين جايباه. بكت الجارية ولدك مش من زجرات من ولادك. بكت الجارية ولدك مش من زجرات من ولادك. فين العدل وفين وعدك قال لي جا منين يا شقاه. قالت له ابو شح اللي ما عندوش رحمة. قالت له ابو شحمة اللي ما عندوش رحمة. والدنيا ظلم فحمك وغصب عني اتاك. اتاك بالحلال ام بالحرام بطل. اتاك بالحلال ام بالحرام بطل. قالت من جهتي حلال ومن جهته زينة وحد. كل ما اكلمك تقولي لي خد ولدك خد ولدك. قالت له الطفل ده ولد ولدك. فالراجل بص لها كده وقال لها طيب ولد ولدي ابني ده اسمه ايه؟ قالت له اسمه ابو شحمه. قال لها ده ابني ومن صلبي. وبص لها مره اخرى كده وقال لها طيب ابني اتاك بالحلال ولا بالحرام؟ قالت له اتاني بالحرام. وبصت في وجه امير المؤمنين فلقت الدموع بدات تسيل من عينيه. زعل عمر واتقهر يا جارية كيف حالك احكي بقى واصدقي يا جارية ما جرالك. بس انت الا ولا تزيديش في اقوالك. قالت هقول الحقيقة واستمع مني قال اظهر الحق ان كان حق يبقى لي.
قال لها يا جارية ابني كان جاي منين والحادثة حصلت فين؟ قولي لي على الحقيقة بس توطي صوتك وربنا يوفقني عشان اقدر اعمل لك حقك زي ربنا ما قال. زعل عمر واتقهر يا جارية كيف حالك؟ قالت بس انت الا ولا واستمع مني لسر الحق إن كان حق يبقى. شرحت له القصة تمام في بعض من الأيام في بعض من الايام ماشية والدنيا ظلام وانيسي يوم الله مرة يومها بديار ديار بني النجار ومرور كان بجوار حيطانهم يا عمارة أتاب ده بيتمايل سكران وعقله مايل ويخوفني سكران شارب من غير حسبان فضح كرامتي وهان جلبي وجتيهان كان هو فين موجود عند نسيك اليهود والعقل كان مفقود جر فرشته بيوه جنب الحائط يا امير وانا منه بستاجر وفعلت له الخطير واستسلمت لله وحد عليك. انا ماشي كده بالليل يا امير المؤمنين والدنيا ظلمه ما ماشي حد الا ربنا. ولقيت ابنك طالع من بيت نسيك اليهودي وراح ماسكني. وحصلت الحادثة بجوار حيطة بني النجار وكان ابنك طالع من بيت نسيك وشارب الخمر وسكران. الحقيقة سيدنا عمر بص لها كده وقال لها طب اقعدي في المسجد وانا هروح قبل ما اجيب ابني هبعت منادي ينادي في المدينة عشان الناس كلها تجتمع وتشوفني وانا بحقق معاك. امال ايه ده الاسلام صحيح. Thank you.
أمر الخليفة عمر اجمع جميع الناس علشان حكاية جرت من ابن شحمان. وقام عمر بالعجل شد الحصار حواليه وراح لنجل راح لنجل ويجيبه ما اختشاش منا. خبط على الابواب وهو في الاضطراب، خبط على الابواب وهو في الاضطراب، ولدي هنا المرتاب ابو شحمة يا زوجة، ابو شحمة يا زوجة. قالت له على الضار دخل له كل يا غلام، يمكن هو الختام، يمكن هو الختام لحياتك يا ولد. ساعة ما سمع القول من والده قام مذهول، ساعة ما سمع القول من والده قام مذهول، وقعت منه على طول اللقمة وعقله تاه. 9 شهور وكسور عالوعد والمقدور، 9 شهور وكسور عالوعد والمقدور، لما اتحقق له الدور لونه انخطف وانداه. 9 شهور وكسور عالوعد والمقدور، ده 9 شهور وكسور عالوعد والمقدور، لما اتحقق له الدور لونه انخطف وانجه. واحد خبط على الباب، فردت زوجته وقالت من بالباب؟ قال لها انا عمر بن الخطاب. ففتحت له الباب فلقت سيدنا عمر كده باين على وشه الغضب والنكد والزعل. قالت له امير المؤمنين في ايه؟ قال لها ابني ابو شحمة موجود؟ قالت له ليه عمل ايه؟ بصوم بصلي كويس راجل متزن. قال لها معلش انا عاوز في موضوع. هو فين؟ قالت له جوه بيتناول الطعام. فدخل على ابنه وقال له السلام عليك يا بني. ما تطلع بقى بالبتاعة دي انت يعني راكب دبابة؟ الله. فقال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبت الطعام. قال له كل واشبع أبو شحمة، قد يجوز إن الأكلة دي تكون هي الختام لحياتك. فطبعا كان مر أكثر من 9 شهور على الحادثة دي، راحت اللقمة وقع من إيديه وقام واقف أمام أبوه وقال له كل يا بني اشبع. ايه اللي حصل مني يا ابتي؟ قال له 9 شهور وكسور على الوعد والمقدور، وراح قبضه من طوقه. خلص دارك. من يوم شو سنة قبضه من طوقه امير المؤمنين، مسكوا وقبضوا عمر ابو شحمة. ذا انا مين؟ قال له انت ابويا امير المؤمنين بيمين. قال له ليه طاعة عليك؟ قال له بلا تعتين طاعة
وطاع امير المؤمنين قال له بحق النبي وبحق ابوك الاتنين تروي الحقيقه بقى وتقول لي كنت فين. طلب قال لي يا ابتي اطلب ايه؟ طاع لانك ابي وطاع امير المؤمنين. قال له بحق النبي وبحق ابوك الاتنين. تروي الحقيقه بقى وتقول لي كنت في. يا ابتي الجاريه جات لك؟ قال له ايوه. قال له الجاريه قابلتني في الظلام وانا كنت شارب الخمر وطالع من بيت نسيكا اليهودي وقعت الحادثه بجوار حيطه بني النجار. قال له الكلام ده بالضبط قالته الجارية. قال له يا ابتي انا اعترفت لك بالحقيقة وعاوز حاجة. قال له خير. قال له طبعا يعني سامح سامح يا اجل السماح لوم الهوى Yeah.
سامحك اودي كلام ربنا فيه. قال له ابدي هتكلتني. قال له ميه ميه ولا جلده تفوت ولازم اشاهد بنفس الجلد. قال له ابدي هو مش عيب ان الناس يقولوا ابن امير المؤمنين زنا؟ قال له لا مش عيب. حضرة النبي قال ولو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطعت يدها. زي القرآن ما بيقول. يبقى أنا زي ربنا ما قال حنفذ ما فيش فايدة. قدامي على المسجد. قوم. مشي أبو شحمة وهو يبكي. أنا ببكي على يوم في شبابي وضيعته. وببكي عليهم في غير الخير مضيعته. وببكي عليهم فيه الفرد ما ركعته. وببكي عليهم في شهر رمضان وفرطته. الجماعة اللي كانوا بيدخلوا في شهر رمضان يعلفوا واطلعوا. يبقى زي الهلف كده وطويل وعريض ويدخل يقفل عليه الباب. قال خايف من الناس ولا مش خايف من الله. ويببكي على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم 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 حرام وأكلته. وببكي على يوم كان المظلوم ولا نصفته. ويببكي على يوم ما قلت الحق وشهدته. ويببكي على يوم على يوم ظلمت بريء واتهمته. ويببكي على يوم عملت خنافس وطولته. ويببكي على يوم عملت خنفس وطولته.
احلقوا يا جماعة. توبوا الى الله يا جماعة. الجماعة اللي بيلبسوا السلاسل. الجماعة اللي عاملين القطف لغاية تحت كده. والشعر نازل عليه من ورا كده. وعلى قرطه كده. والمنطلون من ورا. هذه الخنافس ما أنزل الله بها من سلطان. والحديث القدسي بيقول لعن الله المتشبهين بالنساء. تلاقي الأخ من دول سلسلة في صدره ولابس رويشة في ايديه وناتف مظبوط قوي. يبقى ناقصه ايه بالذمة بقى؟ حطتين قطن يحطهم في صدره يبقى هو والمرأة واحد. الراجل يبقى راجل. لازم نتبع سنة حضرة النبي. نشوف الرسول كان بيعمل ايه نعمل زيه عشان ربنا يختمنا بالإيمان. ويبكي على يوم مال اليتيم. اليتيم انا نهبت. حصل يا والدي صحيح وتبت عن القبيح ورجع يا صفحي مليح. انا تبت الى الله. قال له التوبة يا كيد شعار المؤمنين. قال له التوبة يا كيد شعار المؤمنين. قال له رحت كمان ورحائق في الظلمة حطت بني النجار وفعلت هذا العار. سكت وجسمه انهار وبكى على مأساه. قال له انطع ما تحتار اصدقني في الأخبار. قال له قضاء صار وتبت يا أبتاه. صدقت تلك البني وقرب الخطيئة. صدقت تلك البني وقرب الخطيئة. لابد حدود قوي تبقى بينا ضدها وينادى غلام وافلح. خد ابني هذا واشطح من ضربك اللي بيجح. يا عبدي بدون رحمة اجلده بالصوت مية ما تأثر في الأذيه. واجلده بالصوت مية ما تأثر في الأذيه. والحق ما فيه مرايه.
اوعى الحق تخشاه، قال الغلام يهدي انا عبد ملك ايدي، قال الغلام يهدي انا عبد ملك ايدي وحقوق الطايلك، شوف غيري قم بأذى وحد. وصل الى المسجد وكان المسجد مزدحم جدا، يا ترى امير المؤمنين حقق بعضه فين؟ فساعه ما دخل صعد على المنبر وتلا الايه الكريمه الذي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. 100 جلدة وقال لك اذا كنت بتؤمن بالله وبكلام الله واليوم الاخر تنفذ كلام الله ومش تجلده بقى بينك وبينه في فوضى، لا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. فسيدنا عمر نفذ القرآن، نفذ الآية الكريمة باللفظ الواحد، صعد على المنبر وتلا هذه الآية وقال له يا افلح، قال لعبني ملابسه كلها، ما حدش يقدر يخالف الاوامر، كان شديد قوي امير المؤمنين، قلعوا الملابس وسايب عليه السترة كده، قال له لا، قلعوا هدومه كلها كيوم ولدته امه. فبعد ما قلع عريان زي امه ما ولدته وبدأ الجلد، شاور بايديه على ابوه كده وهو نايم على الارض كده، بقت الناس تبكي من المنظر، وسيدنا عمر يقول له يا رب وفقني عشان اقضي انفذ كلامك يا رب. وضجت الناس يومها بالبكاء والنوح لما رأوا تسل الامر نام مطروح، شور بإيده على والده مطروح، ارحمني يا والدي يا والدي ارحمني يا والدي، قال له الإله سبوح هناك بقى يرحمك في الآخرة لما تروح، أنا راجل يرحمك ويسامحك الباري. يوم القيامة القيامة وقلبك من الزنا مجروح وفضل من كتر الشوق يبكي عمر الفاروق وقلبه قوي محروق على فلج الكبده
يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين، يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين. مفيش يا حاضرين واسطة في حدود الله على حر العين مأساة، بفعل أذى ويا علشان يرحم الله ويرحمني وياه. يا أبلح هات الصوت خلي الضرب مظبوط، يا أبلح هات الصوت خلي الضرب مظبوط، اوعى تحب المخبوط من جلد حد الله. إن كان المولى بارك قبل توبتك يشهد، إن كان المولى بارك قبل توبتك يشهد. رسول الله هادي شرباني يا حدا شربات تروي صبحك من كوثر العدنان، شربات تروي صبحك من كوثر العدنان. ارويك وانت عطشان ما تشوفش عطش بعده واحد، عطشان ميه وحموت من العطش. قال له يا بني ربنا ما امرنيش ان انا اسقيك، فلا يمكن تشوف الميه ولا تشرب الميه. رفع الفتى الصوت وصار يضرب واحد واتنين مع الاستغاثه، وقلبه كالحجر ميلين، يقول له اضرب لحين بلغ العدد سبعين. قال الغلام يا ابي اسقيني شربة ماء، قال له الحبيب النبي اسقيك مع الشريفين. حموت قال له اذا مت قبل ابوك تبلغ الرسالة دي لحضرة الملك. بعت الحبيب لحبيبه رسالة وقال له ايه امير المؤمنين، وقال له قل للحبيب النبي عمر الفاروق صاحي لشرع ربه مش نايم اوي صاحي. خليفة لك يا
الدين بيقيم حدود الدين والحق شاهد على فعلي وانا صاحي كمل ضربه يا غلام بلغ 90 تمام بها انقطع الكلام ضعف ونقد ايواء ومات عند 90 مات عند 90 قالوا كل الحاضرين خلي العشرة الباقيين لما يفوق يا عمارة ام قال ما فيش تأخير انقيت ضرب الخطير ام قال ما فيش تأخير انقيت ضرب الخطير خلص ضرب بصير يرحم ولدي برضا جت امه هي تصيح جت امه هي تصيح ولدي نايم طريح وجسمه كله جريح وما ترحموش لله افتي العشرة بالمد والحج مدى الاجياد افتي العشرة بالمال والحج مدى الاجياد وبلاش باقي الاهوال قال ابدا يا زوجاه الحج والصدقه ما يرفعوش خطرك ذنب الزنيات ما ينوبش عنه سوى واحد اخد 90 ومات فجت ام الغلام وهي تبكي قال لها بتبكي على ايه ده ربنا قال 100 وهو ما خدش الا 90 لسه باقي له 10 قالت له يا امير المؤمنين افدي العشرة دول بالمال ولا بحج بهم كم مرة قال لها الحج والصدقات الحج والصدقات ما يرفعوش خطرات ذنب الزاني هيهات ما ينوبش عنه سواه اذا كان ربنا حدد للزاني الجال ده هنيجي احنا نخالف اوامر ربنا وراح شادد راس ابنه في حجره كده هو جالس على الارض وقال له افلح قال له نعم قال لي الغلام اضربه كمل عدد 100 اضربوا كمل عدد 100 صار الغلام يضربه لما خلص 100 مات الغلام وانتغى قبل انتغى 100 زاد النحيب والبكاء صاح الجميع علي يا رحمة الله على من راح بلادي من قتلوا الحق ومات يلقى منا الرحمات في الجنة مع الخيرات من لم يرحم أبا يلقى الرحمة من الله ويمنحه برضاه ويلقى رسول الله يشفع له في مأساه من مات في سبيل الحق يشوف هناك السعد من مات في سبيل الحق يشوف هناك السعد يا هلهوي بيغمد علي في جاية جناه وحد مات ودفن وبعد 40 يوم فقد رآه في المنام ولي من أولياء الله الصالحين ألا وهو حذيفة اليماني رضوان الله عليه نايم ليلة الجمعة
فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. ولما مات واندفن كان يوم شديد الباس، زاد النحب والبكاء حزنه معليه الناس. الحلوة بقى يا ناس، ليلة الجمعة بالليل شفت النبي الجامد وابو شحمة بالتبجيل، لابس حلة خضراء وحلة سندسي ومع خير البارية ماشي الاتنين ساوي. أم قال لرسول الله اقرأ عمر السلام مني يا حزيفة أوام، اقرأ عمر السلام مني يا حزيفة أوام، وقل له باهتمام أرضيك بهذا الله راضي عليك المختار، وبقيت من الأخيار راضي عليك المختار، وبقيت من الأخيار لما أحييت شعار الدين بحدود الله. زي سيدنا عمر ما بعت رسالة لحضرة النبي، فحضرة النبي بعت رسالة لأمير المؤمنين، قال له قم من النوم وبلغ حبيبي عمر بن الخطاب وقول له اقامتك الحد على ابنك لغايه ما موتته عظه وعبره للدنيا كلها. ابو شحمه ماشي مع الرسول. ايه سبب انه مشي مع الرسول؟ الدين اللي كان عليه ابوه عطاه له في الدنيا، فراح طاهر قال له انا كمان بلغ ابويا مني السلام، وقول له لولا عطيت ابنك المتجل ده ما كانش ماشي مع حضره النبي. فبعد ما حملوه الرسالة فقام من النوم حذيفة الياباني بالليل على منزل سيدنا عمر. يا حذيفة بلغ عمر عني سلام الله، وقل له فعلك ظهر منه القمر وضياك، وابو شحمة ولدك بيهدي لك سلام الله جزاء ما شاف الرضا من ربنا وضياك. خبط على الباب. من بالباب؟ من اللي جاي يخبط في الوقت ده؟ قال له أنا حذيفة اليماني يا أمير المؤمنين. فتح له الباب قال له خير؟ قال له أنا جايب لك رسالة من حضرة النبي بيبلغك السلام، وربنا زودك درجات كبيرة قوي ورضي عليك المولى ورسوله بسبب إقامتك الحد على ابنك. وأبو شحمة وأبو شحمة بيهديك السلام، بيقول لو لابويا عطاني المتجال ده ما كنتش ماشي مع حضرة النبي. فسيدنا عمر خر ساجدا لله الواحد القهار ان ربنا وفقه على اقامته الحد على ابنه. وقفوا قالوا ايه؟ يا حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربي، حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربي، يا ضمير يا زين يا كحيل العين يا رسول الامه العربي،
حبيبي يا زين الأنبياء. أيها السادة بهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، نقلناها لكم من هوارة مركز الفيوم ومحافظة الفيوم. علي على المشرحة قوم يا رئيس شوفي النظرة نظرة رضا لو علمة ما تحييك. صلي على النبي، صلي صلي. الله اكبر. علي على المشرحة قوم يا رئيس شوفي نظرة رضا يا ماما لو علمة ما تحييك. وآتي طبيب الإدارة يا رئيس يدوي وبدن جرحت الجدع قومي طهرة شوفي مريد بروحه شرح سبق اللي كانوا قبلي اتمنوا اخلص نجح كان في الفرح لياليه ست وساقات القدح كان النبي اللي مليه. علي على المشرحة قوم يا رئيس شوفي النظرة نظرة رضا يا ماما لو علمة ما تحييك. وآتي طبيب الإدارة يا رئيس يدوي وبدن جرحت الجدع قومي طهرة شوفي مريد بروحه شرح سبق اللي كانوا قبلي اتمنوا اخلص نجح كان في الفرح لياليه ست وساقات القدح كان النبي اللي مليه.